السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للأخوات والإخوان المشتركين في قناة، وتحية كذلك لهواة جمع القطع النقدية المالية القديمة سواء كانت معدنية أو ورقية، وتحية لكل مشاهد لهذا الفيديو. اليوم أخواتي إخواني، أنا في منزل يمكن أقول أنه أمير هواة جمع القطع النقدية المالية القديمة، لأنه لديه عدة شواهد كما كتشوفوا، شواهد مشتركة وشواهد تخزيرية من مختلف مدن المغرب. هذا فقط هذه الواجهة المنزل ديالو بالتي نوريكم لديه طابلوات كذلك كما كتشوفوا، 50 درهم ثلاث ملوك. هنا لديه العشرات من العلب التذكارية، هنا قطع نقدية تذكارية، هادو مسكوكات لبنك المغرب. نعم، الذي هذا المنزل كالمتحف. باش نتكلم لكم على هادشي كلشي خص ساعات وساعات، وإنما فقط ندير فقط واحد زيارة خفيفة. شوفوا كذلك هاد العلب، لديه الكثير من الأوراق المالية والقطع النقدية. لديه واحد الكتاب كذلك كما كتشوفوا، بابي موني دي ماروك. انتم اللي صايبتوه هذا الكتاب، بابي موني دي ماروك، اللي كيحمل جميع القطع النقديه الماليه ديال الدوله المغربيه كما كتشوفوا. حطي فقط نبدا على هذا البيت ديالو حتى نرجعوا نهار اخر ونشوفوا اكثر ونعرفوا اكثر. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.